بمجرد أن تقوم بجولة داخل السجون المصرية ستكتشف أن هناك بنية طبية وصحية متكاملة تتمثل في مستشفيات مجهزة بأحدث المعدات الطبية وتخصصات متنوعة وغرف عمليات وأطباء من ذوي الكفاءة العالية في مختلف التخصصات يعملون بها. هدفها الأساسي تقديم رعاية طبية متكاملة لنزلاء السجون. أنا كنت بصراحة خايف أن أنا أعمل عملية في مستشفى تبع السجن، لكن سألت زمايلي اللي عملوا عمليات قبل كده شكروا لي جدا، سواء في الدكتور الجراح أو في التمريض بعد العملية، فده اللي شجعني وتاني يوم عملت العملية. تعبت من سنة ونص فديت هنا المستشفى بفضل الله رب العالمين، لقيت رعاية واهتمام يعني وصرف لي العلاج بتاعي. مزيد من الرعاية الطبية تقدم للنزلاء من خلال قوافل طبية يتم إفادها للسجون المختلفة وبصفة دورية، كتلك القوافل التي توجهت إلى منطقة سجون وادي النطرون وكذا منطقة سجون المنيا الجديدة بتخصصات طبية متنوعة، وباشرت عملها بالكشف الطبي على عدد كبير من النزلاء. أنا عرفت إن في قافلة طبية جاية كل التخصصات، فأنا عندي مشكلة في العظم فطلعت عشان أكشف. كان عندي قبل كده مشكلة في المفصل الكتف، هي كده كده الرعاية كويسة في السجن، ودوني طرق قبل كده وتعالجت هناك، بعد كده رجعت هنا بيطلعونا كل أسبوع يكشفوا عليا ويدوني العلاج، الرعاية الطبية تمام. النزيل إذا شعر بمرض فإنه يتواصل مع إدارة السجن والتي لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الفورية لتقديم الرعاية الطبية له، من كشف طبي إلى صرف الأدوية، كما يتم إجراء عمليات جراحية للحالات التي تحتاج لذلك سواء داخل مستشفيات السجون أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع صرف الأدوية بصفة دورية للأمراض المزمنة. أنا واحد من الناس قبل كده اشتكيت من الغضروف، عملوا لي حوالي 6 جلسات علاج طبيعي هنا، الحمد لله بعدها تعافيت كويس، وبيصرف لي علاج دوري كل اسبوع، بيصرف لي علاج لحد وقتنا هذا انا ماشي عليه، والحمد لله يعني صحتي اتحسنت والغضروف الحمد لله خفيت. دكاتره كل اسبوع اطلع اباشر معاهم ويديله علاج. إضافة إلى الرعاية الصحية الموجودة داخل السجون، فإنه يتم تطبيق كافة إجراءات الطب الوقائي للحفاظ على صحة وسلامة النزلاء من فيروس كورونا وتداعياته، وكذا العاملين بالسجون والمترددين عليها.